كان فما زوز ما ربع صعب ياسر أربع صعب ياسر لا في مكتوبه ولا هو أصلا مع رجال طوى وشباب طوى ما نجموش ما سيب الحق ما نجموش يخلي مرته في الدار وعنده مرأة أخرى إذا كان ما عنده زوز تي ما قدش واحدة عايشة كمان باش يزيد قد الثانية عسلامة دا عسلامة كي نحكيو على تعدد الزوجات اش باش نقول لكم باختصار ولينا توا دالجه برشا لهنا ولات عنا ياسر في تونس شو نقول لك توا ولاو يخلي مرته في الدار وعنده مرأة أخرى إذا كان ما عندوش زوز هذا سرا أما نحن نحكيو إذا كان تصير على أرض الواقع أنت معاه ولا أنت ما قدش واحدة عايشة كمان باش يزيد قد الثانية ترى قل لي أنت ها باش يقدها زعما انا ضد علاش خاطر ما هاك تشوف انت هاك تشوف تشوفيهم تشوف يعني انت تي المراه تخرج تخدم وهو يخدم وما همش يوصلي باش يزيد يحط امراه اخرى يعني الاولانيه تضيع هي واولادها ينفق عليهم الكل بالشرع وبالدين ينفق عليهم قديش في يخلص مليون زملين زملين باش يعملوا له زياره وسيرتو كي يبدا الراجل عاد ما عندوش دار ملك يبدا كاري يا اختي اللي يخدم دوما تعدد الزوجات لبس عليهم لبس عليهم ممكن يقول لك خطر ذمك ديما عندهم مراه في حياتهم عاد ياخذها خير ملي تقعد معاها هكاك ينجم هذاك اما شي الاخرين نو على اختي ليه باش باش ينفق باش تي مرته تخرج لاربع متاع الصباح باش تخدم معاه باش تهز معاه وذا القف باش ياخذ عليها مرة أخرى والله شو نقول لك يا خو واحدة أخرى تنفق زاد شو نقول لك أنا ضد ما نعرفش تقول أنت شبيه هكا ولا أنا ضد وكا أنا ضد المرأة اللي تقبل رجلها باش ياخذ عليها مرة أخرى زاد ما باش نقضيو على العنوسة نسالي مازالوا ما عرسوش واللي طولت المدة شوية ويقدر على أربع نساء ولا قضاء على العنوسة نقولوا لا إذا كان فما زوز ما أربع صعب ياسر أربع صعب ياسر لا في مكتوبه ولا هو أصلا مع رجال طوى وشباب طوى ما نجموش ما سيب الحق ما نجموش لا إذا كان فما زوز ما أربع صعب ياسر أربع صعب ياسر لا في مكتوبه ولا هو أصلا مع رجال طوى وشباب طوى ما نجموش ما سيب الحق ما نجموش يخلي مرته في الدار وعنده مرأة أخرى إذا كان ما عندوش زوز تي ما قدش واحدة عايشة كمان باش يزيد قد الثانية